لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المات تي في. قبل البداية أدعوكم إخوان الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: الكشف عن دفوعات فوز الأقجع لضمان حظوظ الوداد والرجاء أمام الأهلي والزمالك، مدرب الوداد خوان كارلوس غاريدو يهزم الرجاء بالفيفا، الوداد يصفع الأهلي بقرار جديد قبل المواجهة الحاسمة، إدارة الوداد تؤجل الحسم في مستقبل لاعب بارز بصفوف الفريق الأحمر. وفي آخر الفيديو سنعرض لكم لاعب من العيار الثقيل على طاولة الوداد بالميركاتو وقريب من التوقيع للنادي الأحمر. ذكرت بعض المصادر أن رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي الأقجاع عضو لجنة الأندية بالكفسة شبث باحتضان المغرب لدور نصف نهائي ونهائي عصبة الأبطال الأفريقية. وأكدت نفس المصادر أن فوزي الأقجاع أسس مرافعته على نقطتين مهمتين، الأولى تتمثل في كون المغرب قدم ترشيحه لهذه التظاهرة منذ البداية إلى جانب تونس والكاميرون، رغم أن هذه الأخيرة انسحبت وتونس غير مستعدة والمغرب أولى بهذا الشرف. وأما النقطة الثانية التي أكد عليها رئيس الجامعة المغربية فهي أن الاتحاد الأفريقي الكاف لم يفتح باب الترشح بالمرة، هذا وحدد الكاف تواريخ المباريات التي ستجمع بين الأهلي والوداد وكذلك الرجاء والزمالك المصري، حيث تلعب مباريات الذهاب في الدار البيضاء يومي 25 و 26 شتنبر، بينما لقاءات الإياب بالقاهرة يومي 2 و 3 من أكتوبر. أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي الكاف يطالب من خلاله بمعاملة بطولة كأس الكونفدرالية مثل مسابقة دوري الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين النصف النهائي والنهائي. وتضمن خطاب الاتحاد المصري حسب تقارير صحفية أنه في حالة إصرار الكاف على إقامة الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية فقط في مباراة واحدة فيجب إقامتها في بلد محايد، وذلك تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر. وعرف الاجتماع الذي أجري من طرف لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي الكاف ضغط الاتحاد المصري لتنظيم مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بمصر، مؤكدا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف فوزي الأقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية. أكدت أخبار من بيت الرجاء الرياضي أن وكيل أعمال الظهير الأيسر فابريس نجا توصل بعرض من نادي يمارس ببطولة الليك آن الفرنسية. وأوضحت ذات الأخبار أن العرض المالي الذي تقدم به الفريق الفرنسي مشجع وبإمكان مكتب الرجاء مناقشته مع مسؤولي النادي الفرنسي. وتابعت الأخبار أنه مع قرب انطلاق ما سبق من مباريات البطولة الاحترافية وأيضا منافسة دوري أبطال أفريقيا قد تدفع مكتب الرجاء إلى تأخير المفاوضة مع وكيل أعمال اللاعب فابريس نجا والفريق الفرنسي. كشف إبراهيم الناقش عميد الوداد الرياضي أن جميع لاعبي الفريق الأحمر عادوا لاستئناف تداربهم الجماعية في أحسن الظروف وبمعنويات عالية لإنهاء الموسم الكروي الجاري والتتويج بلقبي البطولة الاحترافية ودوري أبطال أفريقيا وإرضاء الجماهير الودادية. ورفض إبراهيم الناقش في تصريح إذاعي التعليق على قرار الاتحاد الأفريقي الكاف بعدما تراجع مجددا وأقر بإقامة مباراة فريقهم أمام الأهلي المصري بنظام الذهاب والإياب، مؤكدا أن لاعبي الوداد لا يعيرون اهتماما لمثل هذه القرارات وأن كل ما يشغل بالهم أن يكونوا مستعدين بدنيا وتقنيا لهزم الفريق المصري. وأوضح عميد الوداد في التصريح ذاته أن الظروف الاستثنائية التي عاشها فريقه خلال الآونة الأخيرة فرضت خيارات تقنية خاصة على الطاقم التقني للفريق الأحمر الذي يقوده الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وأجبرت هذا الآخر على برمجة تدريب خاصة طمأنته على مستوى الفريق ككل، وقرر على إثرها الاكتفاء بمباريات بين اللاعبين فقط وعدم خوض مباريات ودية مع فرق أخرى. وأضاف النقاش أن لاعب الوداد الرياضي لديهم طموح كبير في التواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليا وتعويض اللقب الذي ضاع منهم أمام الترجي التونسي الموسم الماضي. حسمت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي الفيفا دعوى المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو
ضد فريقه السابق الرجاء الرياضي، وذلك بعدما تمت إقالته الموسم الماضي من منصبه وتم تعويضه حينها بالفرنسي باتريس كارسيرون. وتقرر إلزام الرجاء الرياضي بدفع مبلغ 160 ألف يورو لإخوان كارلوس غاريدو. وكان مدرب الوداد الرياضي الحالي قد تقدم في وقت سابق بشكوى ضد فريق الرجاء الرياضي لدى لجنة النزاعات التابعة للفيفا للمطالبة بمستحقاته المادية العالقة في ذمة إدارة النادي الأخضر، وذلك بعد أن فشل في استخلاصها في الموعد المحدد والمتفق عليه مع مسؤول النادي الأخضر، مما دفعه للاستنجاد بالفيفا. ما زال فريق المغرب التطواني لم يحسم بعد في عقوبة أيوب الكحل أو مستقبله، خاصة مع توصله بعدة عروض من أندية مغربية. وكان المكسب المسيل لفريق المغرب التطواني قد أبعد أيوب الكحل من المعسكر الذي أجره في تطوان، وذلك لأسباب انضباطية بعد سبه وشسمه لأحد زملائه. وستكون الأيام المقبلة حاسمة في القرارات التي سيتم اتخاذها، خاصة مع اقتراب استئناف البطولة. ورغم أن الكحل يملك مواهب جيدة ويعتبر من اللاعبين الذين يعتمد عليهم الطاقم التقني، إلا أنه مطالب بمراجعة سلوكه الأخير. فرض الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الوداد الرياضي سرية تامة على استعدادات الفريق الأحمر لاستكمال مباريات الدوري الاحترافي والنصف نهائي دوري الأبطال. ويحرص خوان كارلوس غاريدو على مواصلة الاشتغال رفقة لاعبيه بسرية كبيرة، إذ يرفض أي متابعة للحصص التدريبية من طرف الغرباء على النادي، بل وحتى الموقع الرسمي للنادي الأحمر يمنعه من حضور التدريبات. إلى جانب ذلك، فضل مدرب الوداد الرياضي عدم خوض مباريات ودية ضد باقي الأندية، واختار إقامة مباريات تدريبية بين لاعبي الفريق رغبة منه في الاشتغال بسرية، إضافة إلى تجنيب لاعبيه أي إصابة محتملة، خاصة أنه بحاجة لخدماتهم جميعا، وذلك في ظل تراكم المباريات التي تنتظر الفريق الأحمر خاصة في منافسات الدوري الاحترافي. وفي السياق نفسه، كشفت بعض المصادر أن مدرب الأهلي كلف المغربي شعيب سايكوك محلل أداء الفريق المصري بمتابعة المباريات الودية والرسمية التي سيخوضها الوداد استعدادا لمنافسة البطولة والعصبة، وذلك لمعرفة نقاط الضعف والقوة لديه وتسليمها لمدرب الأهلي من أجل العمل عليها للإطاحة بالفريق الأحمر من دوري الأبطال. لكن خوان كارلوس غاريدو فاجأ الجميع بعد فرضه سرية تامة على تدريب الوداد وعدم خوض مباريات ودية. أكدت تقارير إعلامية مصرية خصوصا القريبة من نادي الأهلي أن إدارة الفريق الأحمر توصلت لاتفاق مع الدولي المغربي وليد أزارو بتمديد عقده لثلاث مواسم قادمة. الأهلي نجح في إقناع المهاجم المغربي بتمديد عقده مقابل مبلغ مالي يصل ل 50 مليون جنيه مصري، ويلعب أزارو حاليا للاتفاق السعودي معارا من الأهلي إلى نهاية الموسم، وسيعود لناديه خلال الموسم القادم، علما أن مدرب الأهلي يعارض عودته للنادي المصري. ذكرت بعض المصادر أن مسؤول الوداد الرياضي قرروا تأجيل الحسم في مستقبل القائد إبراهيم النقاش الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي. وأرجع مسؤول الوداد الرياضي قرارهم إلى الرغبة في التركيز على الدوري المغربي الذي ينافس على لقبه ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري. ويعتبر النقاش من اللاعبين الأساسيين بالوداد رغم أنه يبلغ من العمر 38 عاما، لكنه ما زال يحتفظ بلياقته البدنية ويعتبر مثالا يحتذى به في الدوري المغربي. وسبق أن أكد النقاش في مقابلات إعلامية أنه لا يمانع تمديد عقده مع الوداد حالما يفتح معه المسؤولون باب المفاوضات. تلقى اللاعب المغربي محمد فوزير عرضا من فريق الوداد الرياضي للتوقيع له خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب بعض المصادر فإن محمد فوزير تلقى عرضا رسميا من فريق الوداد الرياضي، حيث من المنتظر أن تتم مناقشة الجوانب المادية للعقد بداية من الأسبوع المقبل. الوداد يسعى لضم اللاعب المذكور قصد تعزيز تشكيلة غاريدو بلاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، وذلك استعدادا للموسم المقبل وتعويض الراحل المرتقب لبعض العناصر الأساسية للفريق الأحمر. ومن المنتظر أن يحسم الوداد الرياضي صفقة اللاعب محمد فوزير بشكل رسمي، وذلك بعد الاتفاق على جميع جوانب العقد بين محمد فوزير والوداد الرياضي.